نعم، للإجابة على هذا السؤال لابد أنه أعلق على ما طرح أخي الأستاذ حسين في موضوع الحشد الشعبي. نعم. الحشد الشعبي هو سبب بلاء العراق وسبب رئيسي في مآسي العراقيين، هو ليس له الفضل بل فضل للجيش العراقي وللقوات المسلحة اللي حررت المدن، هو دخيل انتجت الحكومة العراقية، الحكومات المتعاقبة واللي أسس المالكي. ميليشيا الحشد الشعبي هي ميليشيا غير معترف بها في خارج العراق في أروقة الأمم المتحدة، وهي متهمة بجرائم حرب حقيقة، ولدينا ما يثبت ذلك في المحاكم الجنائية الدولية بإعدام وقتل الكثير من العراقيين. لدينا الآن من المختطفين والمغيبين ما يبلغ تعدادهم 49 ألف مختطف على يد ميليشيا الحشد الشعبي والفصائل اللي تحدثنا عنها. على كل حال أنا أجاوبك على موضوع السؤال. النظام السياسي اللي أسسته أمريكا وضع تخادم للقوى الخارجية، أمريكا وإيران والإطار الحاكم ومجموعته يسيطر على السلطة التنفيذية وعلى البرلمان، وواشنطن تلاقي في النظام السياسي العراقي الحالي حليف جيد لها، وعلاقة قيادات الإطار حزب الدعوة والمجلس لديهم علاقات قوية مع الحكومة الأمريكية، وخصوصا إدارة بايدن، وإدارة بايدن ساعدتهم كثيرا بتولي السلطة وتأسيس الميليشيات ودعمها، ولذلك هنالك تعاون كبير بينهم وبين الإدارة الأمريكية ولا يمكن الاستهانة به. وأزمة الاتهامات بين الفصائل النجباء والعصائب وحزب الله يعني هاي بسبب المناصب وبسبب تسريب معلومات عن الفصائل اللي استهدفت، طبعا اللي تسريب المعلومات كان من ضمن يعني مجموعة الإطار اللي هم العصائب ويعني بدر. طيب. ولذلك اللي استهدفت القوات الأمريكية وقوات التحالف بالمسيرات والصواريخ والصواريخ الفلسطينية، وبالنتيجة مكوك السياسة رومانسكي حصلت على ضمانات من السوداني والمالكي والخزعلي بالكشف المبكر عن نشاط حركة الفصائل المسلحة في داخل العراق.